انا بس هنا عايز اقول ايه، هو الدكتور علي قالها في كلامه، قال ان احنا يعني احنا الكلام اللي احنا مأكدين عليه 6 شهور يا دكتور مصطفى، مش كده يا دكتور علي؟ اي فندم. بس انا عشان بس نتوقف قدام مثلا القمح والرز والسكر، ان لا اقول حاضر، ما انا منع. سوري، لا لا متاسف. لا يا دكتور علي مفيش اسف ولا والله حاجه، متاسف. انا بقول كده مش لحضرتك طبعا، انا بقول كده للناس اللي هي بتسمعنا وبتشوفنا عشان تبقى مطمنه، ومش عايزين نتكلم في موضوع الاكل ده كتير في التلفزيون. تاني بقولها، صح، ما يصحش. تاني بقولها، الحاجه موجوده واحنا شفافين جدا معاكم وصادقين جدا معاكم وبنقول لكم كل حاجه. لما بيقول موسم القمح وموسم الرز وموسم البنجر والقصب، ده معناه ان حتى لو انت شايف النهارده 4.5 شهر للقمح، ده معناه ان الانتاج القادم هيخليك يعني، ده بيسلم ده، واحنا محافظين على 6 شهور رغم ان ده بيكلفنا اعباء ماليه. انا عايز اقول لكم كلمه 6 شهور معناه ان انا بقى احبس او احجز فلوس لمده 6 شهور، صح كده؟ يعني بشتري واحطهم في المخازن، مش كده يا دكتور؟ صح يا فندم. ده اللي احنا بنعمله، ده تكلفه كبيره جدا في ظل اللي احنا بنشوفه في العالم كله، لكن لا باس، احنا مستمرين على موقفنا رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بتقابلنا. لكن عايز اقول ان حتى لو انت بتشوف النهارده 4.5 او 3 او 3.5، ده معناه ان الانتاج القادم اللي هو خلال شهور، يمكن ابريل ولا حاجه بالكتير، مش كده؟ والسكر بعد اذن حضرتك، السكر احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في القصب، وفي فبراير بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البنجر. يعني موسم السكر المصري هيبدا من فبراير الى 6/7. في انتاجنا بننتج 2.8 مليون طن سكر، اللي هما بيغطونا اكتر من واحد. يعني لو انا عايز اكتب صح ان شاء الله السكر الى اخر العام. طيب، لو عايز اكتب كده يعني. طيب، انا بنتكلم على الوضع اللي موجود في مخازننا دلوقتي، مش كده؟ صح، اللي موجود في مخازننا. نيجي بس لموضوع الزيت، وانا عايز اقول لكم ان احنا تقريبا كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح يا دكتور مصطفى، وبنقول ان احنا بنستورد 2.5 مليون طن، مش كده يا دكتور علي؟ طبعا. وده اكتر من 90% من احتياجاتنا. لكن احنا يعني شغالين في خطه، بنتكلم في 250,000 فدان فول صويا دلوقتي، والسنه الجايه ب 500,000 فدان صويا، عشان نزود حجم انتاج الزيت من الفول الصويا المحلي، وعشان الفلاح المصري يستفيد من ده بدل ما احنا نشتري من بره.